بإذن الله. خالد أبدأ معك الخبر الثالث، لأنه أنت مدير الاحتراف بنادي الشباب، وفي موضوع كذا كان يحوم حول الشباب وحول الخبر اللي جاي، بس إنه انتهى الموضوع. يعني والهامسن ذهب للنادي قطري، احنا كنا سامعينه في تقارير صحفية انه كان في احتمالية انه اللاعب يروح للشباب. خسرت الكرة السعودية، الدوري السعودي خسر لاعب مثل والهامسن، لا شك. نعم، اعتبره من افضل اللاعبين اللي مروا في تاريخ الكرة السعودية حقيقة، ونادي الهلال الخاصة. يعني لاعب محترف، ما تعني الكلمة، لاعب مؤثر في اداء الفريق، اداء الفريق الهلالي في ثلاث يمكن سنوات. اعتقد انه كان في نوع من النزول، لكنه كان في ثبات يعني في مجمل الموسم يعني حقيقه. وكان الشباب من خلال ما عرض من قبل شقيقنا نادي الهلال على انه الاستغناء في الفتره الحاليه على اللاعب، كان اللاعب متاح وقتها. نعم، فكان فيه مشاورات بين او مع نادي شقيق نادي الهلال، وبالتالي في الاخير يعني ما كانت التوجهات يعني متقاربة حقيقة في الأخير بين النادي واللاعب، ولا بين النادي والنادي، بين النادي والنادي. أعتقد يعني هل على الأمور المالية يعني طبعا النواحي المالية، أما كالقيمة الفنية أعتقد أنه يعني كفاءة جدا يعني على المبدأ كانوا كنتم متفقين كناديين. نعم، لكن المبالغ المالية كان في فروقات يعني كبيرة تقريبا يعني في خلاف بسيط، وفي التالي كان نادي الشباب بسيط كان حليتوه. طيب نادي الشباب كان عنده يعني في الجانب الآخر كان عنده إمكانيات لاعبين خيارات جدا رائعة، واللاعب يتارى أعتقد أنه قدم نفسه بشكل، لأنه في أخبار كانت تقول أنه الهلال يبغى حسن معاذ مقابل والهامس. أبدا يعني لا، لم تكن بهالشكل، لم يكن في أي نوع من المقايضة بين لاعب ولاعب، لأنه اللاعب أعتقد أنه تم يعني الإعلان أنه استغناء عن اللاعب في مرحلة، والخيار مفتوح متاح لجميع الأندية. وكان النادي الشباب والسيد مشيال أنه يرى في إمكانياته أنه في منهجية اللعبة وإمكانيات اللاعب أولي أنه قد تكون يعني المناسب أو المتاح المناسب في خارطة الفريق الشبابي. طيب أبو أحمد؟ لا، كان سامي في المؤتمر الصحفي اللي كان ليلة العيد، وسمي مؤتمر ليلة العيد لأنه صراحة كان وقتها غريب، لكنه يعني أوضح بعض الشغلات، من ضمنها أنه كان الشباب يرفض الاستغناء عن بعض اللاعبين لمصلحة الهلال، وبالتالي حتى قال عنوان خطير من نوع اللمس على لاعبية الشباب. أنا أعطيه يعني حقيقة أنا سمعت الكلمة هذه، أنا أعتقد أنه يعني جانبه أو كان في جانب يتكلم آخر غير الخط اللي يتكلم فيه نادي الشباب. اللاعب يعني لم يعرض أي لاعب نادي الشباب، لم يعرض أي لاعب، وبالتالي كان لاعب نادي الهلال تم الاستغناء عنه أو أنه كان خيار متاح للأندية الأخرى، وبالتالي لو طلب نادي الهلال أي لاعب بشكل رسمي أعتقد أنه هذا حق من حقوق نادي الهلال، لكن الكابتن سامي لم يكن فيه يعني مقايضة لاعب بلاعب. والله شوف خالد، في أشياء بين الرؤساء وبين الكبار بعيدة عن أنا أعتقد أنا كانت حتى في التويتر شغالة بين الأمير عبد الله المساعد وخالد البطان. بس لما تقول هالكلام معلش احنا تسمح لي، لما تقول هالكلام كانوا رئيس نادي الشباب رئيسنا اتفقوا بعيد عن خالد وعن سام الجابر وهم آخر من يعلم آخر خالد عزيز آخر أخذ صرت بينهم في آخر لحظة بين الطرفين يعني بين الرئيسين. هل طلب نادي الشباب اللاعب؟ طلب مين؟ اللاعب نادي الشباب طلب خالد عزيز؟ سؤال اللي يقول عبد الرحمن سعد هو يقول انه عرض. لا انا اتكلم عرض على فكره، انا اتكلم عما يقوله الجانب عرض على الشباب، عرض من نادي الهلال يعني او انه بيستغنى عنه في الفتره هذه اي لاعب ممكن يتم استغناءه، واعتقد انه يمكن قيمه او يعني يستفاد منه في نادي الشباب. عرض على الشباب يعني صار في تنسيق ولا عرض للانتقال والشباب؟ لم يعرض نادي الشباب على نادي الهلال انه يعني يحتاج اللاعب واللاعب لا هو سامي كان يقول انه الهلال يريد لاعبين من الشباب، والشباب كان يقول ممنوع اللمس، فكان يقول انه الشباب يريد ان ياخذ لاعبين من عندنا مميزين، ولا يريدنا ان ناخذ من عنده لاعبين مميزين وقد لا يحتاجهم. من اللاعب اللي طلبه نادي الهلال، نادي الشباب من نادي الهلال وكان مميز وطلبه يعني بالاسم ليه الشباب؟ ايه؟ طلب المحياني. المحياني كان المحياني واحد من اللاعبين اللي كان طالبهم الشباب بقوه. المحياني كان نادي الهلال في فتره قد يتم استغناء عنه بينه وبين ياسر. وضحت يعني نادي الشباب لم يعرض اي لاعب، لا حسن معاذ ولا عبد الله لم يعرض. اي لا 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 مو إيه؟ هو يقول انه انت عندك لاعبين
مثلا يحتاج حتى السلطان. خلينا نقول ابو احمد انا اللي فهمته منك انه سامي الجابر قال انه الشباب يطلب لاعبين من الهلال ولا يريد ان يعرض علينا اي لاعب، هذا اللي انا فهمته صحيح او يستغني الكلام ده صح؟ نعم. انتم طلبتوا من الهلال لاعبين والهلال لما يطلب منكم لاعبين ما تعطونهم؟ نطلب من اي لاعب من نادي الهلال يعني بعرض انه اللاعب موجود في نادي الهلال والهلال يعني يحتاج اللاعب. ممكن يكون هذا الامر في مساله المحياني مع الكابتن فيصل السلطان، ولكنها كانت هذه حتى انه يكون خيار بين نادي الشباب والهلال، لكنه لاعب بذاته طلب من نادي الشباب من الهلال نادي الشباب لم يطلب. عموما العام الماضي والهلال والشباب بينهم لكن توافق. انا اعتقد ان تذكر خالد محمد عمر الغامدي مع وليد الجزاني وكان في يعني في اشياء مفاضلات تكون بينهم، حتى كان يعني انا اقول لك كان في فتره الصيف بالذات كان فيه شغل قوي جدا بين هي عشان بين ممثل الناديين اللي يديروا المفاوضات، تكون فكره يعني انه في يعني اللاعب يعني في امكانيات يحتاج نادي الشباب، انا بستغني عن اللاعب عندي، ممكن تكون الفكره هذه. خالد اسمح لي حسيتك انزعجت من الموضوع. لا انا اقول انه يعني يعني انا شعرت ان انت انزعجت من الكلام، في شيء مزعج بالنسبه لي. لا انه يقول انه ممنوع اللمس، اعتقد انه هذا يعني اي لاعب عندي في نادي الشباب لو كان خارج نادي الشباب حسن معاذ عبد الله الشهيل او اي لاعب او نصر الشمراني يعني اقوم يعني بالمفاوضه حتى يعني يتم استقطاب نادي الشباب. ولاعب له قيمه، كيف يعني استغنى عن اللاعب بامكانيات النجوم هؤلاء يعني؟ فبالتالي انه اعتقد ان سامي لم يقصد بهذه الكلمه يعني الفكره الاساسيه انه هي اللاعبين المقايض لاعب مع لاعب ممكن يستغني عن نادي الشباب ويستغني عن نادي الهلال، هذه هي الفكره يعني. طيب